وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء وعدد من المسؤولين وجه بالانتهاء من تجهيزات المتحف المصري الكبير على الوجه الاكمل ليعكس العرض المتحفي عظمه وتفرد عراقه الحضاره المصريه القديمه وخلال اجتماع اخر وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصله اتخاذ كافه الاجراءات الخاصه المسانده لقطاع السياحه في مواجهه التداعيات الناجمه عن الاحداث الراهنه على مستوى العالم بما فيها جائحه كورونا والازمه الاوكرانيه اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع كل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أركان حرب إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة. والدكتور مصطفى وزيري أمين عام المجلس الأعلى للآثار، والدكتور الطيب عباس مساعد وزير السياحة والآثار للشؤون الأثرية بالمتحف المصري الكبير، واللواء عاطف مفتاح مساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذي لمشروع المتحف المصري الكبير، ومعدلات الإنجاز وتطورات مراحل الأعمال الإنشائية بالمتحف. خاصة ما يتعلق بقاعات وصالات العرض وتجهيزات نقل وعرض القطع الاثريه في اماكن عرضها الدائم بالمتحف. وقد وجه السيد الرئيس بالانتهاء من تجهيزات المتحف المصري الكبير على اكمل وجه ليعكس العرض المتحفي عظمه وتفرد وعراقه الحضاره المصريه القديمه، كما وجه سيادته برفع كفاءه كافه المنشات والمباني في المحيط الجغرافي للمتحف، كما اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور خالد العناني وزير السياحه والاثار. الاجتماع تناول متابعه موقف حركه السياحه الوافده الى مصر ومقترحات تنشيطها. وقد وجه السيد الرئيس بمواصله اتخاذ اجراءات مسانده قطاع السياحه في مواجهه التداعيات الناجمه عن الاحداث الراهنه على مستوى العالم بما فيها جائحه كورونا والازمه الاوكرانيه مشددا سيادته على ضمان تمتع السائحين الموجودين على الاراضي المصريه من كل الجنسيات بكافه اشكال الرعايه وحسن الاقامه. وقد عرض الدكتور خالد العناني معدلات توافد السياحه في مصر خلال العام الماضي والتي شهدت استعاده القطاع السياحي لقدر كبير من عافيته خلال الربع الاخير من 2021. فضلا عن ابرز الاسواق المصدره للسياحه الى مصر وكذا اهم المبادرات التابعه لوزاره السياحه والاثار لتشجيع السياحه الداخليه والخارجيه على مصر. مستوى الجمهورية